الرحمن الرحيم. كرة الصف الأول إعدادي، إزيكم يا أبنائي؟ عاملين إيه؟ إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس رقم 5 في الوحدة الرابعة، نتكلم عن المضلعات. إيه المقصود بالمضلع؟ المضلع عبارة عن شكل بيتكون من عدد من الأضلاع، وليكن مثلا ثلاثة أضلاع فبسميه مثلث، وإذا تكون من 4 أضلاع أو شكل رباعي زي ما درسنا الشكل الرباعي بينقسم يا إما مربع يا إما مستطيل يا إما معين يا إما شبه منحرف، كل شكل ليه خواصه. طب الشكل لو اتكون من 5 أضلاع، 1 2 3 4 5، يبقى مضلع خماسي، وهكذا 6 أضلاع مضلع سداسي. يبقى إحنا بنحدد نوع المضلع حسب عدد أضلاعه. طب أنواع المضلعات اللي بندرسها، في مضلع محدب ومضلع مقعر. كل المضلعات اللي إحنا ندرسها مضلعات محدبة. طيب يعني ايه محدبة؟ يعني الزوايا الداخلة في الشكل كلها قياسها بيكون أقل من 180 درجة، إنما المضلع المقعر يوجد به زاوية واحدة منعكسة على الأقل زي الشكل اللي قدامي ده، ده اسمه مضلع مقعر. ليه مضلع مقعر؟ لأن فيه زاوية منعكسة. يبقى المضلع المقعر هو مضلع توجد به زاوية واحدة منعكسة على الأقل، يعني قياسها بيبقى أكبر من 180 درجة. طب المضلع اللي إحنا هندرسه، هندرس المضلع بالنسبة لأضلاعه زي ما قلنا يا أولاد، يا إما شكل رباعي يا إما شكل خماسي يا إما شكل سداسي، وكل شكل ليه قاعدة أو ليه طريقة في إيجاد الزاوية المجهولة فيه. تاخد بالك إن الشكل الرباعي بيكون مجموع زوايا داخلة 360 درجة، المثلث مجموع زوايا داخلة 180 درجة، الشكل الخماسي مجموع قياسات زوايا داخلة 540 درجة، الشكل السداسي مجموع قياسات زوايا الداخلة 720 درجة. طب هل في قانون بنجيب فيه مجموع الزوايا الداخلة؟ أيوة في قانون، هو إيه؟ نون ناقص 2 في 180. القانون ده بستخدمه عشان أجيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع. النون هنا بترمز إلى عدد الأضلاع، للإن عدد الأضلاع، يعني لو عدد الأضلاع 3 زي المثلث يبقى 3 ناقص 2 بـ1، 1 في 180 بـ180. طب لو شكل مثلا ليه 10 أضلاع، بعوض مكان ال n ب10، يبقى 10 أطرح منها 2 تبقى 8، وأقوم ضارب 8 في 180. يبقى لو كانت ال n بكام؟ ب10، يبقى أنا أقدر أجيب المجموع، أعوض مكان ال n ب10، 10 مقسم 8، 8 في 180، بنزل الصفر وأقول 8 في 8 بـ64، 4 معايا 6، 1 في 8 بـ8 و6، 14 تبقى 1440، وهكذا. تعالى كده نشوف الاستعد عندنا في كتاب مدرسة التمهيد للدرس. يقوم النحل ببناء خليته على شكل مضلع، هل يمكنك معرفة اسم المضلع وقياسات زاوية الداخلة؟ أيوة، خد بالك من حاجة مهمة، المضلع ده اسمه مضلع منتظم يا ولاد. في حاجة اسمها مضلع منتظم ومضلع غير منتظم. مضلع منتظم يعني أضلاعه متساوية في الطول وزواياه متساوية في القياس، زي مثلا المثلث ده. المضلع الثلاثي المنتظم هو المثلث المتساوي الأضلاع. طب قياس كل زاوية من زوايا الداخلة بستين درجة بعرفها ازاي؟ يقول إن ناقص 2 في 180 اللي هي مجموع قياسات الزوايا الداخلة على عدد الأضلاع اللي هي إن. فلو عوضت مكان ال إن بـ3 يبقى 3 ناقص 2 بـ1، 1 في 180 بـ180. 180 تتقسم على 3 تعطيك 60 درجة، يبقى قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة بتساوي 60 درجة، يبقى ده مضلع منتظم. طب مين هو المضلع المنتظم اللي ليه 4 أضلاع؟ اللي هو المربع. المربع مضلع منتظم لأن أضلاعه متساوية في الطول وزواياه متساوية في القياس. يبقى كلمة منتظم لازم الشرطين يتحققوا، تكون الأضلاع متساوية في الطول والزوايا متساوية في القياس. طب الشكل اللي معانا بالنسبة لخلية النحل الموجود عندك كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 6. شايفين يا ولاد المضلع اللي عندنا؟ خلية النحل، النحل بتكون يعني ايه بيوت ليها هي، كل شكل على شكل ايه مضلع، ده الخلية بتاعت النحل. المضلع ده فيه 6 أضلاع متساوية، سبحان الله، يعني احنا نقدر نجيب قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة. طب خلية النحل اللي عندك على شكل مضلع ايه؟ بعد أضلاعي 1 2 3 4 5 6، 6 أضلاع. يبقى مجموع الزوايا الداخلة أقدر أجيبها، أقول إن ناقص 2 في 180. طيب لما أعوض مكان ال n بعدد الأضلاع اللي هي 6، يبقى 6 ناقص 2
في 180 هيطلع 4 في 180 يعني يطلع 720 درجة، هي مجموع الزوايا كلها اللي جوه. طب لو عايز اجيب الزاوية واحدة هقسم ال 720 دي على عدد الأضلاع اللي هي 6، فيبقى كل زاوية قياسها ب 120 درجة، هي الزاوية كل زاوية من زوايا الداخل، اللي هو القانون اللي بنستخدمه لأي مضلع منتظم، هي قياس الزاوية الداخلة ن ناقص 2 في 180 على ان. تمام؟ طيب تعال نشوف فكر وناقش. قام كل من باسم وإسلام بحساب مجموع قياسات الزوايا الداخلة لشكل يتكون من 5 أضلاع. هنا عشان أجيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة بقول 360 هنا ناقص، طبعا يا ولاد في طريقتين يعني، باسم عمل طريقة وإسلام عمل طريقة. إسلام قال لي هما 4 زوايا 1 2 3 4 مجموعهم 360 درجة، وجمع عليهم كمان 180 يديني 540. طيب باسم عملها طريقة تانية، قال لك 3 في 180 هي القاعدة ن ناقص 2 في 180، النون اللي هي 5، 5 ناقص 2 في 180 يعني 3 في 180 ب 540 درجة، اللي هي مجموع قياسات الزاوية الداخلة. إسلام جابها بطريقة تانية، قال جمع 180 درجة وزود عليهم 360 درجة. تمام؟ طيب إسلام جاب المجموع الزوايا الداخلة. طيب كيف قام كل منهما بحساب مجموع قياسات الزوايا الداخلة؟ يبقى أقول باسم استخدام القانون اللي هو مجموع قياسات الزوايا الداخلة ن ناقص 2 في 180. طيب إسلام جابها إزاي؟ جمع 360 مجموع 4 زوايا 360 درجة 1 2 3 4 وزود عليهم كمان 180 درجة. طيب جابها إزاي برضو إسلام يا ولاد؟ تعالوا نوضحها كده على الرسم. انت عندك شكل خماسي 1 2 3 4 5. اسلام بقى مدد الضلع ده كده وقال لك ان الزاويتين دول مع بعض مجموعهم كام درجه؟ 180 درجه. وانت عندك هنا 1 2 3 4، الـ4 زوايا اللي عندك دول ب 360 درجه. تمام، لان لو وصلت الشكل كده شايفين، يبقى 1 2 3 4، 4 زوايا في الشكل اللي عندي دول 360 درجه. طيب هتبقى عندي زاوية وزاوية وزاوية، دي اسمها زاوية خارجة. الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدد المجاور لها. طب الشكل الباقي ده بقى ايه؟ بقى مثلث، مجموع قياسي الزوايا الداخلة 180. يبقى هو قسم الشكل، عمله شكل رباعي وعمل مثلث. الشكل الرباعي مجموع قياسي الزوايا الداخلة 360 درجة، وجمع عندي الـ3 زوايا اللي في المثلث بقت 180 درجة. دي فكرة حل إسلام، إن هو قسم الشكل، الشكل الرباعي مجموع زوايا 360، والشكل الثاني مثلث مجموع زوايا 180 درجة. أو بدل ما يعمل عمل هو عملها كده على طول، قسم الشكل. يبقى العمل ده اللي بيمد إن أنت بتقول دي زاوية خارجة بتساوي مجموع قياسات الزاويتين الداخلتين، وتعملها علاقات. ممكن نعملها علاقات، ولكن الأسهل إن أنت إيه تقسم. فكرة حل إسلام إن هو قام بتقسيم المضلع الخماسي إلى مضلعين، مضلع رباعي ومضلع ثلاثي، مثلث بشكل رباعي، المثلث مجموع قياسات زوايا الداخلة 180، والشكل الرباعي مجموع قياسات زوايا الداخلة 360، وجمعهم مع بعض اداني 540 درجة. طيب هنا في ديفينيشن مهم يا ولاد، المفردات اللي هي البوليجون، ريجولار يعني منتظم، ريجولار غير منتظم، كونفكس اللي هو المحدب، مضلع محدب يا ولاد اللي هو كونفكس، و كونكيف اللي هو المقعر. لاحظ طبعا في فرق بين الاشكال اللي بتبقى مضلعات وغير مضلعات. طبعا كل دي اشكال غير مضلعه لان نقطه البدايه لا تنطبق على نقطه النهايه. شرط ان هو يبقى مضلع يا ولاد نقطه البدايه تيجي على النهايه ولا يتقاطعان في نقطه، يعني لو شكل عامل كده لا ده مش مضلع، لازم نقطه البدايه والنهايه يجوا على بعض وما يتقاطعوش قبلها. طبعا ليس مضلع لان في ايه، في كيرف عند منحنى، وهنا الشكل برضه ده ليس مضلع، مضلع بيحتوي على أضلاع. كل دي طبعا أشكال غير مضلعة ما عدا هذا الشكل، هذا مضلع. المضلع تعريفه هو شكل مستوي مغلق يتكون من اتحاد 3 قطع مستقيمة أو أكثر. القطع المستقيمة تسمى أضلاع المضلع، تتقاطع القطع المستقيمة عند الأطراف فقط في نقطة تسمى رؤوس المضلع. طيب المضلع المحدب، أنواع المضلعات شرحناها في الأول، مضلع محدب لا يحتوي على أي زاوية داخلة منعكسة،
المضلع المقعر بيحتوي على زاوية واحدة منعكسة على الأقل من زواياه الداخلة. يبقى في فرق بين المضلع المحدب والمضلع المقعر. احنا بندرس السنة دي المضلع المحدب، تمام؟ تبقى عارف المضلع المقعر شكله عامل ازاي وما يجيلك تعريفه. بيحتوي على زاوية واحدة منعكسة على الأقل من زواياه الداخلة. في تمرين معانا محلول رقم 1، بيقول لي اي بي سي دي شكل رباعي في قياس زاوية سي 7 اكس، زاوية بي 5 اكس، زاوية اي 4 اكس، وزاوية دي 20 اكس. طب هو شكل رباعي يا ولاد، يعني مجموع قياسات زاوية الداخلة 360 درجة. حلها ازاي؟ جمع الاربع زوايا وقال لي مجموع 360 درجة لان شكل رباعي، وبالتالي نقدر نقول له 4 اكس زائد 5 اكس زائد 7 اكس زائد ال 20 اكس كلهم 360 درجة. 4 و5 9، 9 و7 16، 16 نزود عليهم 20 تبقى 36 اكس، 360 هنقسم على 36 تبقى 10. طيب انا عندي الاكس ب 10 درجة، عايز اجيب بعد كده ثم بين نوع الشكل محدب او مقعر. هنجيب اكبر زاوية عندي، اكبر زاويه اللي هي كانت دي كانت ب 20 اكس، وشوفها لو كان قياسها كان اكبر من 180 تبقى زاويه منعكسه، وبالتالي المضلع يوجد به زاويه واحده منعكسه، اذا المضلع يكون مقعر. يبقى اقول 20 في 10 هنعوض على الاكس ب 10 تبقى دي كام؟ 200 درجه، تمام. طب الزاويه دي طلعت ب 200، ال 200 زاويه منعكسه، تقول له زاويه منعكس. طب المضلع يكون ايه؟ اذا المضلع يكون مقعر، مضلع مقعر. في تمرين تقييم ذاتي رقم 1، اي من المضلعات الاتية محدب وايها مقعر؟ رقم 1 ده مضلع مقعر يا ولاد لان في زاوية داخلة منعكسة. رقم 2 مضلع محدب لان جميع الزوايا الداخلة قياسها اقل من 180 درجة، او المضلع رقم 2 ده يوجد به زاوية منعكسة. رقم 3 ده مضلع مقعر لأن يوجد فيه زوايا داخلة جميعها، يعني الزوايا الداخلة فيه 3 زوايا موجودين قياسهم أكبر من 180 درجة، يعني زوايا منعكسة. مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضلع، مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع بنجيبها من القانون اللي هو ن ناقص 2 في 180 درجة. طيب تذكر في تعريف مهم جدا، اللي هو قطر المضلع عبارة عن قطعة مستقيمة واصلة بين رأسين غير متتاليين زي الشكل الرباعي اللي عندي له قطرين. طب انت تقدر تجيب عدد الاقطار، في قانون لايجاد عدد الاقطار محفوظ يا ولاد، عدد الاقطار عندي طبعا ان في ان ناقص 3 على 2، ان في ان ناقص 3 على 2 ده قانون بستخدمه عشان اجيب عدد الاقطار. طيب لو عايز اجيب مجموع الزوايا الداخله اقول ن ناقص 2 في 180. طب القانون ده بنستخدمه امتى؟ لما يقول لي هات عدد الاقطار، اقول ان في ان ناقص 3 على 2، الان هنا اللي هي عدد الاضلاع. فمثلا لو عندك مضلع رباعي لما الان تبقى ب 4 وعايز تعرف كم قطر، بتقول له 4 في 4 ناقص 3 على 2 هيطلع 2 قطر. طب لو مضلع خماسي، خد بالك المضلع الخماسي هو المضلع الوحيد اللي عدد اضلاعه بيساوي عدد اقطاره، بيساوي 5. نعوض كده 5، نحط مكان ان ب 5، يبقى 5 في 5 ناقص 3 على 2. أقول هنا 5 في 5 ناقص 3 ب 2 على 2، الـ2 تروح على 2 في 1، 1 في 5 ب 5. يبقى المضلع لما يكون عندك 5 أضلاع بيكون ليه 5 أقطار، يبقى المضلع الوحيد الذي عدد أضلاعه يساوي عدد أقطاره هو المضلع الإيه يا ولاد؟ المضلع الخماسي، المضلع الخماسي، مفهوم؟ سهل كده يا ولاد؟ طيب انت لو عايز تجيب عدد المثلثات اللي اقدر نكونها بقول ن ناقص 2. يبقى القانون بتاعي اللي هو ن ناقص، القانون بتاعنا يا ولاد اللي احنا بنشتغل بيه اللي هي ن ناقص 2 في 180 عشان اجيب مجموع قياسات الزوايا الداخله. لو انا عايز اجيب عدد المثلثات في اي مضلع بقول ن ناقص 2 بس، يعني المضلع ده اقدر اشوف فيه كام مثلث لو انا رسمت من نقطه واحده، نقطه واحده اقطار. يعني لو شكل فيه 4 أضلاع بيتكون منه مثلثين فقط، بس أنا بتكلم عن المثلثات اللي بتتكون نتيجة رسم الأقطار من رأس واحدة، فاهمين؟ يعني مش برسم كل الأقطار اللي أنا هكونها، لأ أنا بختار نقطة برسم منها أقطار،
وليكن مثلا مضلع خماسي 1 2 3 4 5، اخترت نقطة زي دي، رسمت منها قطر هنا ورسمت قطر، و 1 2 3 عدد أقطار بقى عدد المثلثات بقيم 3 نتيجة رسم قطر من نقطة واحدة. تمام، يبقى ينقسم المضلع إلى مجموعة من المثلثات كما بالشكل المقابل. لو مضلع رباعي هينقسم إلى 2، طبعا بنجيب عدد المثلثات بقول القانون اللي هو ن ناقص 2. فهمته؟ يبقى لو مضلع سباعي هيتقسم لكم مثلث؟ أو 7 ناقص 2 ب 5، يتقسم لخمس مثلثات. مفهوم؟ لو عايز أجيب بقى مجموع الزوايا الداخلة بقول ن ناقص 2 في 180. لاحظ إن عدد الأضلاع وعدد المثلثات الناتجة أكتر، اللي هي العلاقة اللي إحنا قلناها ن ناقص 2. يعني في علاقة بتربط بين عدد المثلثات وعدد إيه؟ وعدد الأقطار الموجودة وعدد الأضلاع. بيقول لك اكتشف العلاقة بين عدد الأضلاع المضلع وعدد المثلثات الناتجة من رسم كل شكل. طيب يبقى العلاقة هي أقول إيه؟ ن ناقص 2، يعني أقول له إن عدد الأضلاع بيساوي عدد المثلثات زائد 2. تمام، يبقى عشان تجيب عدد الأضلاع تشوف عندك كام مثلث وتجمع عليه 2، أو تقول له عدد الأضلاع ناقص 2 بيساوي عدد الأقطار. يبقى عدد الأقطار، طبعا الأقطار طبعا من القانون اهو، نون في نون ناقص 3 على 2، ده قانون اللي بنستنتجه بتاع عدد الأقطار، نون في نون ناقص 3 على 2. تمام، ونون ناقص 2 بيساوي عدد المثلثات، يبقى عدد المثلثات بيساوي عدد الأضلاع ناقص 2. وعشان تجيب عدد المثلثات تقول له عدد الأضلاع اهي اللي هي ال ناقص منها ايه؟ 2، نطرح منها 2. طبعا احنا بنكتب من اليسار لليمين، يبقى عدد الأضلاع ناقص ايه؟ ناقص 2. ماشي، يبقى عدد المثلثات اهي يا ولاد، اهو القانون ان ناقص 2 بنجيب عدد الايه؟ المثلثات، عدد المثلثات. فهمتوا كده؟ واضح. يبقى القانون الاولاني ن ناقص 2 في 180 عشان اجيب مجموع قياسات الزاويه الداخله، وعشان اجيب عدد المثلثات اقول ن ناقص 2. طب عشان اجيب عدد الاقطار اقول ن في ن ناقص 3 على 2، ان في ان ناقص 3 على 2. تمام، احفظ القانون ده كويس جدا عشان لما اجيب لك سؤال اكمل. مثال رقم 2 بيقول لي في الشكل المقابل اوجد قيمة اكس. طيب انت عشان تحل المسألة لازم تشوف الشكل اللي عندك فيه كام ضلع، وبناء عليه هتجيب مجموع قياسات الزاوية الداخلة. طب الشكل ده بعرفه ازاي؟ بعد اضلاعه، عندك 1 2 3 4 5، خمس اضلاع هم 1 2 3 4 5. طالما خمس اضلاع يعني الزاوية الداخلة مجموعها 360 درجة. يعني لما اجي احلها اقول بما ان، اقرأ معايا الحل، مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الخماسي يساوي 540 درجة. إذا هنجمع بقى كل الزوايا اللي عندي وأساويها ب 540 درجة، هعملها معادلة. يعني هناخد الأول الزاوية الأولى اللي هي 2 إكس ناقص 3، والزاوية اللي بعدها 3 إكس ناقص 1، والزاوية اللي بعدها اللي هي 3 إكس ناقص 10، والزاوية اللي بعدها اللي هي 2 إكس زائد 10، والزاوية اللي بعدها 4 إكس ناقص 16، وأساويها بال 540. بجمع الـ x مع بعض، 2 و3 5، 5 و3 8، 8 و2 10، 10 و4 14، يبقى 14 x. سالب 3 وسالب 1 بسالب 4، سالب 4 وسالب 10 بسالب 14، سالب 14 و10 بسالب 4، وكمان سالب 16 تبقى سالب 20، يساوي 540. يبقى عندي 14 إكس يساوي، هودي السالب 20 أجمعها تبقى 560، ونقسم على 14 تعطيني قيمة الإكس تساوي 40 درجة. ده المسألة المحلولة يا ولاد. في تمرين زيه اللي هو تقييم زائد رقم 2، برضه جاب لي شكل بس المرة دي ليه 6 أضلاع. طب طالما 6 أضلاع أقدر إن أنا أجيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الثلاثي. مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل السداسي أقول له بيساوي ن ناقص 2 في 180. يبقى المسألة دي لما أجي أحلها برهان أقول بما أن الـ n بتساوي 6، ن بتساوي 6، إذا مجموع
مقياسات الزوايا الداخلة بيساوي قول ان ناقص 2 في 180، يبقى ال n دي اللي هي بكام؟ 6. 6 ناقص 2 ب 4، 4 ضربها في 180 تديني 720 درجة. خلاص تقدر بقى تعمل معادلة تجمع كل الزوايا اللي عندك دي وتساويها ب 720. يبقى الزاوية الأولى 5x زائد 9، والزاوية اللي بعدها اللي هي 6x ناقص 5، وهنا 5x زائد 17، وهنا 4x زائد 27، وهنا 7x ناقص 23، وهنا 7x ناقص 19. كل دول مجموعهم 720 درجة. لما تيجي تصفي المسألة بتاعتك بقى وتجمع، تجمع حدود متشابهة، يعني 5x مع 6x، 5 و6 11، 11 زائد 5 ب 16، 16 و4 20، 20 زائد 7 27، 27 نزود عليهم 7 يبقى 34، يعني عندي 34x سالب 5 و17 عشان أجيب قيمة الإكس. يبقى الإكس تطلع بكام؟ 714 على 34 هيعطيني الناتج 21. يبقى الإكس تطلع معايا ب 21 أولاد. بعد كده نتكلم عن المضلع المنتظم. المضلع المنتظم هو مضلع تتحقق فيه الخاصيتان التاليتان: رقم 1 جميع أضلاعه متساوية في الطول، رقم 2 جميع زوايا الداخلة متساوية في القياس. تقول لي سؤال فكر، هل من الممكن أن يكون المضلع المنتظم مقعر؟ طب ما ينفعش طبعا، لأن المضلع المقعر جميع زواياه، طبعا المضلع المقعر يوجد به زاوية واحدة على الأقل قياسها أقل من 360 وأكبر من 180. طبعا ما ينفعش يا ولاد المضلع المقعر يكون مضلع منتظم، لأن شرط إن هو يبقى مضلع منتظم إن أضلاعه تكون متساوية في الطول وزواياه متساوية في القياس. فلو هو مضلع مقعر بالمنظر ده هيكون في زاوية موجودة قياسها كام؟ الزاوية الموجودة يا ولاد هيكون قياسها أكبر من 180 وأقل من 360. يبقى لا يمكن أن يكون المضلع المنتظم مقعر، لأن المضلع المنتظم جميع زواياه متساوية في القياس وجميع أضلاعه متساوية في الطول، زي الثلاثي المنتظم المثلث مساوي الأضلاع، الرباعي المنتظم اللي هو مربع، الخماسي المنتظم اللي هو مخمس، والثلاثي المنتظم اللي هو الشكل الثلاثي نسميه المثلث. قياس كل زاوية من زوايا الداخلة مجموع قياسات الزوايا الداخلة على عدد الزوايا اللي هو نون ناقص 2 في 180 على إيه؟ على نون، إن ناقص 2 في 180 على إن. بيقول لي لو هو مثلث، طبعا يا راجل الكلام ده شرحناه في الأول، المثلث المتساوي الأضلاع إنه ثلاثي منتظم قياس كل زاوية من زوايا الداخلة 60 درجة. برضه الشكل الرباعي المنتظم اللي هو مربع قياس كل زاوية من زوايا الداخلة تساوي 90 درجة. في تطبيق معايا هنا، تقييم ذاتي، احسب أو نشاط، احسب قياس زاوية واحدة من الزوايا الداخلة للمضلع لما يكون عدد الأضلاع ب 8. يبقى أنت هتقول القانون إن ناقص 2 في 180. هو بيقول لي لما يبقى عدد الأضلاع 8، يعني إن 8 يبقى المجموع بكام؟ تقول 8 ناقص 2 في 180، يعني تبقى 6 في 180. عشان تجيب المجموع يا ولاد تضرب 6 في 180، حط الصفر، 6 في 8 48، 8 مع 4، 1 في 6 ب 6 و4 10، تبقى كام؟ 1080 درجة. طيب لما تبقى ال إن ب 10، عدد الأضلاع ناقص 2 8، 8 أضربها في 180، حط الصفر، 8 في 8 ب 64، 4 مع 6، 1 في 8 ب 8 و6 14، تبقى 1440 درجة مجموع الزوايا الداخلة عندما يكون عدد الأضلاع ب 10. مثال رقم 3 يقول لي يتكون الشكل المقابل من خماسي منتظم وسداسي منتظم، يوجد قياس زاوية IEB، عايزين الزاوية IEB اللي في الخارج الموجودة عندنا في الخارج هنا دي. طيب الزاوية IEB نقدر نجيبها ازاي؟ أول حاجة لازم نجيب الزاوية اللي على اليسار اللي هي زاوية IEE اللي هنا،
وزاوية اي اي بي، يعني عندي شكل سداسي منتظم وشكل خماسي منتظم، هقدر اجيب الزاوية الداخلة في السداسي المنتظم تطلع 120 درجة، اللي هو نون ناقص 2 في 180، او مجموع الزوايا على عدد الاضلاع. وهنا برضو مجموع الزوايا على عدد الاضلاع تديني زاوية 108 درجة، اجمعهم الاثنين واستخدم القاعدة اللي بتقول لي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360 درجة، اقدر اجيب زاوية اي اي بي، اقول 360 ناقص مجموع الزوايا. يبقى فكرة الحل هنا، نقرأ الحل مع بعض اهو. الشكل اللي عندي خماسي منتظم، اذا قياس زاوية اي اي بي، الزاوية اللي هنا يا مستر هتبقى قياسها 540 اللي هي مجموع الزوايا الداخلة على عدد الأضلاع اللي هو 5، يديك 108 درجة. والشكل السداسي أقول له مجموع الزوايا الداخلة للشكل السداسي اللي هي 720 على عدد الأضلاع اللي هو 6، يديني 120 درجة. أجمع بقى ال 108 مع ال 120 وأطرحهم من ال 360 من الزاوية كام؟ 132 درجة. في تقييم ذاتي معايا على اليمين اللي هو رقم 3، توجد هنا بيقول لي قياس زاوية A M B، A M B اللي هي الزاوية الموجودة في الخارج اللي رأسها موجودة عندي دي، شايفين؟ عايزين نقيس الزاوية اللي هنا. طب الشكل اللي فوق ده مضلع منتظم، العلامات دي كلها معناها ان الأضلاع متساوية والرؤوس كلها متساوية. طب المضلع فيكم ده 1 2 3 4 5 6 7 8، في 8 أضلاع، يعني المضلع ده منتظم عدد أضلاعه 8، بما أن N بتساوي 8، تمام؟ وقياس تقدر بقى تجيب قياس زاوية إيه؟ اللي هي M A L، قياس الزاوية من الزوايا الداخلة. بما أن قياس زاوية M زاوية الـ M يعني قياس يا أولاد زاوية B A L، هنجيب الزاوية اللي هنا اللي عندها الماوس أهو شايفينها، أقول B A L بتساوي برضو قياس زاوية سي بي اي. طيب الزوايا دي كلها متساوية، عشان اجيب مجموع الزوايا الداخلة بقول نون ناقص 2 في 180. طب عشان اجيب الزاوية الواحدة بقى لانه مضلع منتظم، او مقسم على عدد الاضلاع اللي هي ان. طب العدد الاضلاع ب 8، يبقى اقول له 8 ناقص 2 في 180. يبقى انا يا اولاد بجيب الاول مجموع الزوايا الداخلة للمضلع المنتظم اللي فيه 8 اضلاع، وبعد كده اقوم قاسم على عدد الاضلاع يديني قياس الزاويه الواحده الداخله. انا عايز اجيب الزاويه اللي هي ال اي بي، شايفين يعني المثلث اللي تحت ده، انا عايز اجيب الزاويه اللي هنا، والزاويه دي برضو زيها، عايز اجيب الزاويه اللي هنا دي، تمام؟ وبعدين برضو الزاويه دي زيها هنا، الاثنين دول زي بعض من خواص الشكل، الشكل ده منتظم وزواياه كلها متساويه، يبقى الزاويه الموجوده هنا اللي هي الايه زي الزاويه البي اللي بره. وبالتالي عندي قاعدة بتقول لي مكملات الزوايا المتساوية في القياس متساوية في القياس، يعني الشكل اهو انا خدت منه بس الجزء الاخير عشان اوضح لك، الجزء الاخير اللي هو A M B. لاحظ ان زاوية A بتساوي زاوية B، وبالتالي زاوية A الصغيرة هتساوي زاوية B الصغيرة، لان مكملات الزوايا المتساوية في القياس يعني زاوية A طالما A بتساوي B يبقى مكملة A بتساوي مكملة B. دي قاعدة تحفظها، مكملات الزوايا المتساوية في القياس متساوية في القياس. فأنت أهم حاجة الأول تجيب الزاوية قياسها بكام اللي هي الداخلة اللي عندك في السوماني المنتظم، تقول له نون ناقص 2 في 180 على 8، يعني يبقى 6 في 180 على 8، 6 ضرب 180 هتعطيني 1080 نقسمها على 8 تديني 135 درجة، تمام؟ يبقى الزاوية اللي هنا ب 135 والزاوية دي زيها ب 135. نقدر نجيب بقى زاوية A اللي جوه، تقول له ميجر الأنجل بتاعك اللي هي M A B، زاوية M A B اللي هنا هتساوي ميجر الزاوية اللي هي M B A، M B A الاتنين زي بعض، الاتنين اللي جوه زي بعض. طب هما كل واحدة فيهم تبقى بكام؟ تقول 180 ناقص 135 درجة، تمام؟ فتطلع بكام؟ 45 درجة كل واحدة من اللي جوه. فبالتالي المثلث ده هيبقى قائم يا ولاد، المثلث تحت ده هيبقى قائم، لأن الزاوية هنا ب 45 وهنا 45، أقدر أجيب بقى الزاوية اللي هو عايزها اللي هي AMP، أقول له بيساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي أنت جبتهم، أنت جبت زاوية ب 45 وزاوية 45، دي ب 45 و 45، يبقى الـ M اللي هنا أقول له 180 ناقص مجموع الـ 45 والـ 45، يعني 180 ناقص 90 تديني كام؟ 90 درجة، يبقى الزاوية اللي عندك هيبقى قياسها ب 90 درجة. تعالى نشوف محاور التماثل في المضلعات. ايه هو محور التماثل يا اولاد؟ محور التماثل هو مستقيم يقسم الشكل الى جزئين متماثلين،
وعند طي الشكل على طول محور التماثل ينطبق الجزئان تماما. وقد يكون الشكل محور تماثل واحد أو أكثر، أو لا يوجد له محور تماثل. طب بالنسبة للمضلعات المنتظمة، محور التماثل المضلع المنتظم هو مستقيم يمر مركز المضلع ويقسمه إلى مضلعين متماثلين. طيب احفظ معايا بقى، المثلث متساوي الأضلاع ليه 3 محاور، المربع ليه 4 محاور تماثل، الخماسي المنتظم 5 محاور تماثل، الثلاثي المنتظم 6 محاور تماثل، السباعي المنتظم 7. يبقى المضلع المنتظم عدد محاور التماثل بتساوي عدد الأضلاع. طيب هل كل المضلعات غير المنتظمة لا يوجد لها محاور تماثل؟ يقول لك كل المضلعات الغير منتظمة. يعني إيه مضلع غير منتظم؟ يعني مضلع زي مثلا مثلث متساوي الساقين، ده مضلع غير منتظم. طبعا إجابته غلط. ليه؟ لأن المضلع زي مثلا مثلث متساوي الساقين ليه محور تماثل واحد، وبرضه شبه المنحرف المتساوي الساقين له محور تماثل واحد. يبقى إجابتي لا، اللي هو إيه؟ فكر سؤال، فكر هل كل المضلعات غير المنتظمة لا يوجد لها محاور تماثل؟ أقول له لا، لأن المثلث المتساوي الساقين مضلع غير منتظم وله محور تماثل واحد، وكذلك شبه المنحرف المتساوي الساقين مضلع غير منتظم وله محور تماثل واحد. يبقى إجابتي هنا لا. لاحظ إن عدد محاور التماثل للمضلع المنتظم يساوي عدد أضلاع المضلع. عدد محاور التماثل للمضلع المنتظم بيساوي عدد أضلاع المضلع. طيب هنا في تمرين رقم 4 بيقول لي ما عدد محاور التماثل لكل شكل. ده مستطيل، مستطيل ليه 2 محور تماثل. المثلث المتساوي الساقين ليه محور. طب بيترسم ازاي يا مستر؟ بص يا حبايبي، المستطيل محور التماثل لازم يكون عمودي على الضلع، ما ينفعش اعمل اقطار. الاقطار ليست، يعني ما حدش يجي يقسم المستطيل كده وكده، ده غلط. الأقطار ليست محاور تماثل في المستطيل، تمام؟ ركز. يبقى المستطيل عشان أعمل محور تماثل لازم يكون متعامد على الضلع من هنا ومن هنا، هيقسمه إلى مستطيلين متطابقين، وممكن يقسمه من هنا مربع وهنا مربع، تمام؟ حسب الشكل يعني ما هو موجود يا ولاد. هو غالبا بيبقى مستطيل ومستطيل، أهم حاجة يكون عمودي على إيه؟ على الضلع. والمثلث المتساوي الساقين بنرسمه كده من الرأس. طيب ده ملوش محاور تماثل، ده شبه منحرف، اللي هو الشكل عندي ده شبه منحرف قائم الزاوية ليس له محاور تماثل. برضه متوازي الأضلاع ليس له محاور تماثل، يبقى عدد محاور التماثل لمتوازي الأضلاع 0، محدش يرسم القطر. القطر لو أنت رسمته كده المثلث لا ينطبق على ده، لو أنت جيت تتني المثلثين على بعض كده زي ما احنا قلنا مش هيتروا على بعض، ميبقاش في طي منطبقين على بعض، دي مش هتيجي على دي، مش هتقفل عليها، فاهمين؟ فمتوازي الأضلاع وشبه المنحرف القائم الزاوية ليس له محاور تماثل. طب الشكل اللي معايا ده عندي هنا، ده مضلع منتظم ولا غير منتظم؟ طيب الشكل ده عندي هنا هنعد، لو أضلاع متساوية يبقى منتظم، مش متساوية غير منتظم، يبقى أنت هتبقى ترسمهم. يعني بص، هو رسم هنا واحد طلع كبيرة شوية كده، وبعدين رسم هنا صغيرة وهنا صغيرة، وبعدين نزل طلع كبير كده، ده غير منتظم لأن أضلاعه مش متساوية، ونزل قطعة كده وقطعة وبعدين وصل. طب أضلاع 1 2 3 4 5 6 7 8، 8. طب أنا عايز أرسم الخطوط بتاعتي، يبقى 1 2، أنا عملت خط كده أهو قطر، ورسمت القطر ده عملت محور تماثل، يبقى ليه 4. الشكل ده يكون ليه 4 إيه؟ محاور تماثل. احتفالنا إن محاور التماثل لازم كلها تتقاطع بالمركز اللي جوه اللي عندي، يبقى ليه 4. طيب الشكل اللي بعده هذا، الشكل اللي رقم 6 بالمنظر ده، ده اقدر ارسم محور من هنا عشان الجزئين دول ينطبقوا على بعض، لكن لو رسمت كده غلط، الجزء اللي هنا لا ينطبق على ده، لازم الشرط يا ولاد ان الجزئين الباقيين ينطبقوا على بعض. طيب في هنا رقم 1 بيقول لي ارسم محاور التماثل في كل من الاشكال الاتيه واذكر عددها. اهو ده اسمه شبه منحرف متساوي الساقين له محور تماثل واحد، فترسمه كده اللي هو رقم 1. رقم 2 انت عندك ده معين لان اضلاعه كلها متساوية، طالما هو معين يا ولاد يبقى المعين ليه محورين تماثل بيكونوا الاقطار بتوعه. ركز معايا كده، شايف الشكل ده، احنا عرفنا ازاي اللي هو معين عمل العلامات دي، معنى كده ان اضلاعه متساوية يعني معين. طالما معين يبقى انت هترسم القطر ده، القطر ده يبقى محاور التماثل في المعين هي الاقطار، القطران متعامدان في المعين.
خلاص يبقى ترسم قطرين، لان شرط ان الاقطار او شرط ان محاور التماثل تمر بمركز الشكل، مركز نقطة التقاطع ايه الاقطار اللي عندك. طب شكل رقم 3، 1 2 3 4 5 6، ده ثلاثي منتظم يا ولاد. احنا اتفقنا لما يبقى شكل ثلاثي منتظم، يعني ايه منتظم؟ يعني زواياه متساوية في القياس وأضلاعه متساوية في الطول، يبقى ليه 6، ها 6 ايه؟ 6 محاور تماثل، 6 يبقى العدد هنا 6، وكلهم بيمروا بالمركز. تمام، الثلاثي المنتظم ليه 6. طب فين الباقي؟ اهو ده يترسم كده، ادي كده معايا 1 2 3 4، وعندي كمان لو رسمت قطعة من هنا ورسمت قطعة من هنا، 6 محاور تماثل. ماشي، كل خط بيعدي على ضلع قبال بعض، 1 2 3 4 5 6. طب ليه قلنا المعين مش منتظم؟ لأن المضلع منتظم لازم زاوياته تبقى متساوية في القياس وأضلاعه متساوية في الطول، فالمعين أضلاعه متساوية في الطول فقط لكن زواياه غير متساوية في القياس، فده غير منتظم. شرط يبقى منتظم ان اضلاعه كلها متساويه في الطول وزواياها متساويه في القياس، يبقى السداسي المنتظم ده ليه 6 محاور تماثل. لاحظ ان عدد المحاور بيساوي عدد الاضلاع في المضلع المنتظم. تمام، يبقى المربع ليه 4، المستطيل 2، المعين 2، شبه المنحرف 0، شبه المنحرف متساوي الساقين 1. طب لو دايره، الدائره لها عدد لا نهائي من محاور التماثل. طب لو نصف دايرة لها محور تماثل واحد، مثلث متساوي الأضلاع 3، 3 محاور تماثل، مثلث مختلف الأضلاع ليس له محاور تماثل، مثلث مختلف الأضلاع ليس له إيه محاور تماثل، المتوازي متوازي الأضلاع ليس له محاور تماثل، شبه المنحرف القائم ليس له محاور تماثل. تعالى بقى نشوف تقييم الدرس يا أولاد. رقم 1 بيقول لي أولا اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1، أي من الزوايا الآتية يجب أن تكون إحدى زوايا المضلع الداخلة ليكون مقعر؟ ها، لازم تبقى زاوية منعكسة، عشان المضلع يكون مقعر لازم توجد فيه زاوية واحدة على الأقل قياسها أكبر من 180 درجة وأقل من 360، اللي هي الزاوية المنعكسة، يعني 200 درجة، 220، 300 درجة. لا طبعا 300 كبيرة جدا، احنا عايزين اقل يعني من كام؟ اه ممكن تيجي لو شكل بس يبقى قريب قوي، يعني ده عنده قريب من بعض. ماشي، لان الزاوية المنعكسة قياسها اكبر من 180 واقل من 360، فممكن القياس ده يبقى 300. لو مثلا الزاوية دي تبقى 60 تبقى 300 مثلا، تبقى الزاوية دي حادة قوي ودي ايه كده عامل شكل زي ده كده حسب الشكل يعني ما هو مرسوم. فالمهم الزاوية لما تكون منعكسة يعني قياسها بيقع بين ال 180 و 360 بنسميها زاويه منعكسه. فالمضلع اللي عندي لو وجدت فيه زاويه منعكسه على الاقل بالتالي بيتحول الى مضلع مقعر، بنسميه مضلع مقعر. انما كل المضلعات اللي بندرسها مضلعات محدبه جميع زواياها الداخله اقل قياسها اكبر من صفر واقل من 180. ماشي، ما عدد محاور التماثل لمضلع منتظم عدد اضلاعه 9؟ ها، طالما هو منتظم يبقى عدد الأضلاع يساوي عدد محاور التماثل يبقى 9. السؤال رقم 3، ما قياس زاوية المضلع المنتظم الداخلة الذي عدد أضلاعه 10؟ هو بيقول لي أنا عايز أجيب الزاوية الداخلة لمضلع منتظم عدد أضلاعه 10، يبقى إن بتساوي 10، يبقى القانون أقول إن ناقص 2 في 180 على إن. ده قانون بستخدمه عشان اجيب قياس الزاويه الداخله لمضلع منتظم. طب ال ان هنا عدد الاضلاع، عدد الاضلاع 10، يبقى 10 ناقص 2 في 180 على ايه ال ان اللي هي ب 10. تمام، هشيل صفر مع الصفر واختصر بقى، تبقى هنا 8 في 18 على الواحد، 8 في 8 ب 64، 4 ومعايا 6، 1 في 8 ب 8 و6 14، تبقى 144 درجه. دي قياس الزاويه الداخله لمضلع منتظم عدد أضلاعه 10. طيب المسألة رقم 4، في الشكل المقابل ما قيمة إكس؟ عشان أجيب قيمة إكس يا أولاد، المضلع ده في كم ضلع؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5، ده مضلع خماسي. طالما مضلع خماسي يبقى مجموع الزوايا الداخلة أقول إن ناقص 2 في 180
ال n ب 5 يبقى 5 ناقص 2 في 180. دي أهم حاجة، لازم تعرف مجموع الزوايا الداخلة بكام. هيطلع معايا 520 درجة، 540 درجة، هي تختلف 24 درجة. يبقى مجموع الزوايا الداخلة يا ولاد الشكل الخماسي 540 درجة. أقدر بقى إن أنا أجيب قيمة إكس، أعملها معادلة، أقول إكس زائد 120 زائد 100 زائد 90 زائد 90، 540 درجة. 90 90 180، يعني أقول هنا 180 وكمان 100 يبقى 280. 280 زائد 120 تديني 400، يعني إكس زائد 400 540، يبقى الإكس بيساوي 540 ناقص 400، تبقى 140. إيه 140 درجة. ناخد إجابتي ب. سؤال رقم 5، أي من الأشكال الآتية ليس له محاور تماثل؟ ناخد ج، إجابتي تبقى ج اللي هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع ليس له محاور تماثل. التطبيق اللي معايا، أوجد في كل من الأشكال الآتية أوجد قيمة إكس. هنا لازم برضه يا أولاد أعد الأضلاع، 1 2 3 4 5 6، ده شكل ثلاثي. يبقى مجموع الزوايا الداخلة 720 درجة، قانون أهو، نون ناقص 2 في 180، النون عندك عدد الأضلاع 6، يبقى 6 ناقص 2 في 180، يعني 4 في 180 بكام؟ 720 درجة. يبقى أنت هتجمع الزوايا كلها اللي هي الإكس، وهنا 90، بص معايا كده الماوس ماشي أهو، دي إكس 90 وإكس زائد 24، وهنا إكس، وهنا 90، وهنا إكس زائد 24، كل دول مجموعهم 720 درجة. تعالى بقى نجمع الإكس، إكس وإكس 2 إكس، 3 إكس، 4 إكس. هجمع بعد كده 99 زائد 24، 92 180. بص كده الرسمة، 92 180، في 90 كمان احنا كاتبينها. طيب هنكتب بقى هنا 90 و24 90، 90 زائد 24 زائد 90، راجع معاه بالآلة الحاسبة، وعندك كمان 24، تمام، في 24 متكررة مرة تانية يا ولاد، صح؟ تمام، كل دول ب 228 تساوي 720 درجة. هنعدي بقى ال 228 نطرحها من 720، يطلع عندي 492، أقسم على 4، يبقى الإكس 123 درجة. أتأكد برضو بالآلة الحاسبة كده معايا عشان نجيب قيمة الإكس. السؤال اللي بعده رقم 7، هنا يا ولاد في زاوية مستقيمة، وهنا رسم مضلع تحت المنظر ده، هنا الزاوية 125، وهنا الزاوية 110، هنا الزاوية 135، هنا إكس، هنا 56، هنا 104، هنا 125. طيب بصوا يا حبايبي، نتحل إزاي؟ لازم الأول نجيب الزاوية اللي جوه هنا، مش دي زاوية مستقيمة؟ ده مستقيم. عشان تجيب الزاوية اللي جوه في المضلع هتقول له 180 ناقص 56، عشان تجيب الزاوية اللي هنا 180 ناقص 56 تبقى 124 درجة. دي أول خطوة أنت جبتها، ماشي يا ابني؟ طب الخطوة التانية يا حبيبي، هجيب الزاوية دي، ماشي يا أولاد؟ ماشي يا حبايبي. الزاوية دي تجيبها إزاي؟ هتقول 180 ناقص إكس أهي. يبقى أنت في كراستك بتجيب الزاوية اللي جوه والزاوية اللي جوه، دي تطرحها من 180 تبقى 124، ودي تطرحها من 180 تبقى 180 ناقص إكس. طب الشكل ده فيه كام ضلع يا ولاد؟ 1 2 3 4 5 6، 6 أضلاع. طب احنا يا ولاد عشان نجيب الزوايا الداخلة، مجموع الزوايا الداخلة اللي جوه ده بالشكل السداسي، بقول له قانون نون ناقص 2 في ايه؟ في 180. النون هي عدد الأضلاع ب 6، يبقى 6 ناقص 2 في 180 تبقى 720 درجة، صح؟ يعني الزوايا اللي جوه دي كلها 720. يبقى هتجمعهم بقى، تقول له والله هاخد الزاوية الأولى اللي هي 104، والزاوية اللي جنبها دي اللي هي 125، ما تنساش بقى حاجة، والزاوية اللي هنا اللي هي 110، والزاوية اللي هنا اللي هي 135، والزاوية اللي هنا اللي هي
كانت 180 ناقص إكس، والزاوية اللي هنا اللي هي 124 اللي فوق نهاية ولا شايفينها، كل دول مجموعهم 720 درجة. شطارتك بقى أنت تصفي المسألة وما تتلخبطش، دي شطارتك. ماشي، أنت عندك مفيش إلا سالب إكس بس موجودة أهي شايفها، لكن دي كلها أعداد هتتجمع. تمسك آلتك بقى وتحل، و104 أهو، 104 زائد 125 زائد 110 زائد 135 زائد 180 زائد 124 بيساوي 788. تمام، هيبقى عندك هنا السالب اكس يساوي 720 ناقص 778. تمام، طبعا هتطلع بالسالب لان انت هنا سالب اكس اهي تساوي هنا، تاخد اشاره الكبير وتطرح، اذا اختلفت الاشارتان نكتب اشاره القيمه المطلقه للكبير ونطرح، يبقى سالب وتطرح. تمام، هنا ناقص 0 هي 8، 7 ناقص 5 يعني الاكس تبقى كام؟ 58 درجة. انت كده جبت قيمة الاكس. تعالى بقى نشوف مسألة رقم 8، جاب لي يا ولاد شكل بهذا المنظر اهو كده، وبعدين رسم مثلث كده عارفين، وعمل الزاوية دي زي الزاوية دي، نقطة نقطة، نجمة ونجمة، وهنا اكس صغيرة واكس صغيرة، يعني زاويتين زي بعض، يعني ده منصف يا ولاد وده منصف، عندك منصفين وعندك الاكس. وهنا الزاوية كانت 110، وهنا الزاوية كانت ب100، وهنا الزاوية ب120، هو عايز الإكس دي يا حبيبي. طيب أنت هتجيب إكس إزاي؟ بص افهم كده أنا هعمل إيه، شايف الزاويتين دي اللي هي النقطة والإكس دول؟ الاتنين دول مجموعهم بكام؟ ب180، الاتنين ده هم مع بعض، شايفهم؟ زاوية ده وده 180 ناقص إكس اللي فوق، صح؟ طب ما دول برضو زيهم ب180 ناقص إكس. يبقى تقول نقطة زائد الإكس، تقول بما أن الزاوية اللي هي معمول عليها علامة النجمة والزاوية اللي معمولة عليها علامة الإكس، الزاويتين دول إكس صغيرة يا ولاد، دي رموز يعني، فاهمين قصدي؟ في المثلث ده أهو، شايف المثلث الصغير ده أهو، أنت عارف إن الزاوية اللي هي علامة النقطة دي زاوية إكس. طب ما تيجي نسميها أرقام عشان ما نتلخبطش كده، يعني نخلي الزاوية دي اسمها واحد والزاوية دي اتنين كده أسهل، ودي تلاتة ودي أربعة، إيه رأيك؟ في زاوية اسمها واحد وزاوية زاوية اتنين، يعني أنت عندك زاوية واحد والقياس بتاعها بيساوي قياس زاوية اتنين، يعني ده منصف، وزاوية تلاتة بتساوي زاوية ايه؟ أربعة، لأن يعني ده منصف، صح كده؟ يعني زاوية واحد زائد زاوية تلاتة، يعني الأنجل بتاعت واحد قياس زاوية واحد زائد قياس زاوية تلاتة، الاتنين عبارة عن 180 ناقص ايه؟ ناقص 180 ناقص إكس. مش هو مثلث يا حبيبي؟ يبقى ما تجمع زاوية واحد ده اهي وزاوية تلاتة، الاتنين ده هم مجموعهم 180 ناقص إكس. ماشي؟ طيب ما انت عندك كمان زاوية اتنين زي زاوية واحد، وزاوية تلاتة زي زاوية أربعة. طب ما انت قلت واحد وتلاتة ب180 ناقص إكس، يبقى زاوية اتنين وزاوية أربعة الاتنين ده هم برضه بمجموعهم ب180 ناقص إكس، زي ناقص إكس، يبقى زاوية اتنين زائد زاوية أربعة الاتنين قياسهم ب180 ناقص إيه؟ ناقص إكس. طب الشكل الكبير اللي بره فيه كام ضلع؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، ده شكل خماسي. مجموع زوايا الدرجة بكام الشكل الخماسي؟ 540 درجة. يبقى مجموع الزوايا كلها اللي جوه بتساوي 540، يعني تقول له بما أن إن بتساوي 5، إذا مجموع قياسات الزوايا الداخلة تقول إيه؟ 5 ناقص 2 في 180 أهو، اللي هو القانون، ناقص 2 في 180 يبقى 3 في 180 ب540 درجة، دي مجموع الزوايا اللي جوه. لحد كده مفهوم؟ تعالى بقى نجمع الزوايا اللي جوه. الزوايا اللي جوه يا حبيبي احنا قلنا واحد واتنين لما يتجمعوا مع بعض، واحد واتنين لما يتجمعوا مع بعض، وتلاتة وأربعة يتجمعوا مع بعض، يبقى هنجمع دهم كلهم، فاهمين يا ولاد؟ بص في الشكل اللي جوه، لما اجمع زاوية واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة هيديك 180 ناقص إكس و180 ناقص إكس، أهو 180 ناقص إكس، دي الزاويتين اللي هنا اللي هي واحد واتنين، لأن أنت لو جمعت العلاقتين مع بعض، فاهمين ولا لأ يا ولاد؟ أنا عايز أجيب زاوية دي كلها وزاوية دي كلها، فالزاوية دي كلها بتتكون من واحد واتنين، والزاوية دي كلها بتتكون من تلاتة وأربعة، لو جمعت الزاويتين دول مع بعض هيديك ناتج 180 ناقص إكس و180 ناقص إكس، لأن واحد وتلاتة ب180 ناقص إكس، و2 زائد 4 ب180 زائد ناقص اكس، يبقى هتجمع
واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة اللي هم أربع زوايا دول مجموعهم 180 ناقص إكس، وكمان 180 ناقص إكس، تمام؟ ونجمع عليهم 120، ونجمع عليهم 110، ونجمع عليهم إيه؟ 100. كل دول عبارة عن 540 درجة. ماشي يا ولاد؟ اجمع بقى معايا، عندك 180 و180 360. 360 ده حاسبة أهو، زائد 120 زائد 110 زائد 100، طلع لي الناتج كام؟ 690 أهو. يبقى تقول لي هنا سالب إكس وسالب إكس بسالب 2 إكس، وعندك زائد ال 500 690 اللي إحنا جمعناها تساوي 540. فاهمين يا ولاد؟ أنا جمعت الإكسات مع بعض، سالب إكس وسالب إكس بسالب 2 إكس أهو، بتساوي زائد 690 بتساوي 540 درجة. يبقى سالب 2 إكس بيساوي، هيعدي العدد بعكس الإشارة، 540 ناقص 690، يبقى سالب 2 إكس بيساوي 540 ناقص 690، يطلع سالب إيه؟ 150. يبقى الإكس بيساوي لما تقسمهم على بعض تبقى كام؟ 75 درجة. يبقى الإكس أنت طلعتها 75 المسألة معاك، مفهوم يا ولاد؟ الإكس ب 75 درجة. طيب تعال نشوف سؤال 9 الشكل التالي. سداسي منتظم يوجد بالبرهان قياس زاوية اتش اللي فوق. طيب يا حبيبي بص، ده سداسي منتظم، طالما هو سداسي منتظم يا ولاد يبقى زوايا الداخلة كلها متساوية، وقياس كل زاوية من زواياه هيساوي 120 درجة. طب جت ازاي يا حبيبي؟ بص كده، 1 2 3 4 5 6، ده سداسي منتظم زي ما هو قال لي. ماشي، طبعا الشكل اهو ثلاثي منتظم، اضلاع كلها متساوية يعني وزاويها متساوية في القياس. بعد كده رسم مثلث قائم كده، وقام عامل هنا منصف الزاوية اللي هنا نصفها مع الزاوية اللي هنا، وقال لك الزاوية دي ب 90. ماشي كده. طيب أول حاجة أنت هتجيب الزاوية الداخلة اللي هنا، أنت عندك هو كان اسمه F، وهنا A، وهنا B، وهنا C والD، وهنا الـ E، وهنا الـ H، وهنا الـ G، صح كده؟ طيب هو سداسي منتظم، يعني تقول بما ان الشكل اللي عندي سداسي منتظم، يبقى المجر لاي زاويه جواه زي زاويه بي مثلا، زاويه بي ده انا عايز اجيبها، هقول له بيساوي يا حبيبي نون ناقص 2 في 180 على نون، احفظها، ان ناقص 2 في 180 على ان، ان دي لي عدد الاضلاع، يبقى 6 ناقص 2 ب 4، 4 عوض عن ان بايه؟ ب 6. 6 ناقص 2 ب 4، يبقى 4 في 180 على 6 يساوي 120 درجة. يبقى أنت جبت الزاوية الداخلة ب 120 اللي هي زاوية بي دي، قياسها ب 120 درجة، تمام يا حبيبي. بعد كده تقدر تجيب زاوية بي الخارجة، خد بالك دي زاوية مستقيمة، الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة. تقول له بما أن زي ما اتعودنا، تقول له قياس زاوية جي بي إيه ب 180 درجة، معناها يعني دي زاوية إيه؟ بس 180 درجة. يبقى تقدر تجيب الزاوية اللي هنا اللي هي كلها، تقول له إذا قياس الزاوية دي كلها اللي هي جي بي سي، جي بي سي ب 180 ناقص 120 تديك 60 درجة، يبقى الزاوية اللي هنا دي ب 60 درجة. خلاص؟ طيب ما أنت عندك في منصف اللي هو الإتش بي ده بينصف الزاوية، يعني بيقسمها لزاويتين متساويتين، يبقى كل واحدة ب 30 درجة، صح كده؟ تقول له بما ان تكتب بقى تعود البرهان، تركز معايا في البرهان الاخر اهو، هكمل لك هنا، هكمل هنا. ماشي يا اولاد؟ هقول له بما ان الشعاع اللي هو اتش بي بينصف، او نقول له بي اتش عشان تبقى الكتابه مظبوطه، لانه بادئ من بي، الشعاع بي اتش ده بينصف الزاويه اللي هي زاويه بي، بينصف زاويه بي، يبقى الشعاع ده بينصف الزاويه، يبقى هتستنتج ان قياس زاويه بي اللي عندك الصغيرة اهي اللي هي اسمها ايه؟ جي بي اتش، اهي جي بي اتش بتساوي 30 درجة، لأن هقسم ايه؟ الستين على الاتنين، نص الستين، تطلع الزاوية 30 درجة. طب ما ده مثلث، مجموع الزوايا الداخلة ب 180 درجة، أقول له في المثلث اللي هو بي جي اتش، يبقى أقدر أجيب قياس زاوية اتش اللي عندي، اقول له يا حبيبي زاوية اتش، اقول له 180 ناقص مجموع الزاويتين، يعني 180 ناقص 90، نفتح قوس كده
نقول له 90 زائد 60 ولا زائد 30 زائد 30، دي 90 دي 30، تجمعهم الاثنين تطرحهم من 180 تعطيك 60 درجة. يديني الزاوية قياسها 60 درجة، يبقى زاوية اتش قياسها ب60 درجة. السؤال اللي بعده رقم 10، هنا عايز قيمة اكس ده في كل مما يأتي المضلع منتظم. ده مضلع منتظم، هو عايز قيمة الاكس. بص يا حبيبي، المضلع منتظم معناه أضلاعه متساوية في الطول وزوايا متساوية في القياس. أنت لازم تعرف المضلع ده فيه كام ضلع يعني، مثلا كده يعني إيه هذا الشكل بتاعي أهو، على قد ما نقدر كده نرسم بإيدينا. أنت الشكل قدامك واضح أهو، ماشي يا حبيبي. ده مضلع إيه منتظم، شايفه يا حبيبي؟ ده مضلع منتظم. هو قال لك فوق أهو، بص مضلع منتظم، هو كاتبها لك، تقرأ السؤال كويس. فمعناه منتظم إن أضلاعه كلها متساوية في الطول كده. تقدر تجيب بقى الزاوية اللي هنا، الزاوية الداخلة. طب هو ليه كام ضلع المضلع ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 أضلاع صح؟ طب طالما 8 أضلاع يعني الـN هتبقى ب 8، يعني تقدر تجيب مجموع الزوايا الداخلة وتقوم قاسمها على عددهم تديك إيه؟ الزاوية الداخلة. فأنا هرمز للزاوية دي مثلا واي، أنا عايز أجيب الأنجل واي. هقول له إيه؟ قانون نون ناقص 2 في 180 على نون، إن ناقص 2 في 180 على إن. لأن ب 8، يبقى 8 ناقص 2 ب 6، يعني 6 في 180 على ايه؟ على 8. 6 في 180 على 8 تديك الزاوية واي ب 135 درجة. طب يا ابني شايف المستقيم ده؟ أو الشعر ده، شايف؟ النقطة دي بتلتمد المستقيم، معنى كده إن زاوية إكس وواي الاتنين مجموعهم 180 درجة. أنت جبت الواي ب 135، تبقى الواي الإكس بكام؟ 45 درجة. هتكملها يعني، هتقول 180 ناقص 135 تديك 45 درجة. فهمته؟ طيب السؤال اللي بعده رقم 2، عايز الزاوية المنعكسة. طيب المضلع ده منتظم برضه، ليه كام ضلع؟ واحد، ادي كده معايا، ادي يا حبيبي كده 1 2 3 4 5 6 7، 7 يا ولاد، ده سباعي. 1 2 3، ارسم حلو كده يا ولاد، بسم الله، ركز معايا. 1 2، دي زاوية منفرجة، ودي زاوية منفرجة زيها، ودي زاوية منفرجة، ودي زاوية منفرجة، يعني إلى حد ما يعني زي ما الشكل موجود كده. هو عايز الإكس اللي هنا. أهم حاجة تبقى عارف كام ضلع. 1 2 3 4 5 6، هو قال لك منتظم يعني إن ب 6. يبقى أنت لازم تجيب الزاوية الداخلة الأول بتاعته اللي هي واي. الزاوية دي تجيبها إزاي؟ أقول القانون نون ناقص 2 في 180 على نون، ان ناقص 2 في 180 على ان، لان هنا قلنا كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 6 7، ده سباعي منتظم. يبقى اقول عوض عن نون ب 7، يبقى 7 ناقص 2 7 ولا 6؟ نون ب 7، 1 2 3 4 5 6 7 صح كده؟ يبقى 7 ناقص 2 في 180 على 7، 7 ناقص 2 ب 5، يبقى 5 في 180 على 7. تطلع الزاوية كده يا ولاد، تقوم ضاغط على الزرار ده اهو، يحولها في الدرجات والدقائق والثواني. يبقى انت جبت زاوية واي اللي هو دي، بعد كده تجيب زاوية ايه؟ اكس اللي بره، دي زاوية منعكسة. هتقول 360 ناقص انسر اللي هي الإجابة اللي أنت جبتها. 360 ناقص الزرار ده اللي هو انسر، يعني الإجابة اللي كانت على الشاشة. تقوم عامل تاني كده، تديك الزاوية قياسها 231 درجة 25 دقيقة و42 ثانية. ماشي، تقوم كاتبها بقى. يبقى انت كده جبت قياس زاوية اكس، تكتبها بالدرجات والدقائق والثواني، 231 درجة و25 دقيقة، تعملها شرطة كده، والأخيرة 42 ثانية، التمانية تعطلها، التمانية تقرب لها تبقى 43 كده، يبقى 231 درجة، تعمل أنت الدرجة فوقها وهنا الدقيقة وهنا الثانية، لازم تكتب العلامات دي، درجة دقيقة ثانية. يبقى انت جبت الزاويه، وبعدين جبت الايه الانجل بتاع الاكس، يبقى ده انجل مين من واي، حسبناه بالاله وطرحناه من 360 لان هي زاويه منعكسه. تمام، لسه ثالثا التحليل وتكامل المواد، مساله على الزخرفه. في زخرفه موجوده، احيانا تستخدم المضلعات كوحدات للزخرفه، مثل المضلع الثماني المنتظم والمربع. فمقياس زاويه اي بي سي، هو عايز الزاويه اللي فوق دي يا حبيبي. بص، انت عندك مضلعين، مضلع فيه 8 اضلاع ومضلع فيه كام؟ 4.
والضلع اللي فيها 4 أضلاع اللي هو مربع، إحنا عارفين إن كل زاوية من زوايا الداخلة 90 درجة، صح؟ طب أنت عايز تعرف إيه بقى؟ عايز تعرف الثماني اللي 1 2 3 4 5 6 7 8، عايز تعرف الزاوية دي بكام؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا أولاد؟ لو إحنا جبنا يا أولاد الزاوية دي بكام؟ ودي ب 90 وجمعناهم وطرحناهم ب 360، أقدر أجيب زاوية اللي هو عايزها اللي هي إي بي سي، الزاوية دي، لأن دي زوايا متجمعة حول النقطة. مجموعهم ب 360 درجة. فأنت بمنتهى السهولة تجيب الشكل الثماني، تجيب الزاوية اللي جوه. تقول بما أن إن بتساوي 8. إذا هتقول 8 ناقص 2 في 180 على 8 عشان تجيب الزاوية الداخلة اللي هنا. صح كده؟ فاهم الطريقة؟ أنا عايز أعرف الزاوية دي بكام؟ يبقى أقعد بالقانون 8 ناقص 2 ب 6، يبقى 6 في 180 وتقسم على 8 يبقى 135 درجة. الزاوية اللي هنا ب 135، طب الزاوية اللي جنبها أنا عارف إن هي ب 90، دي ب 90، طب دي زاوية متجمعة حول نقطة، يبقى الزاوية اللي أنا عايز أجيبها هي الـ EBC هتساوي 360 ناقص مجموع الزاويتين، المجموعة الزاوية الأولى اللي هي كانت 90 والزاوية التانية اللي هي 135، تمام؟ 360 ناقص نفتح قوس 90 زائد 135 ادتني الزاوية 135 درجة. فهمتوا؟ مفهوم كده الحل يا ولاد؟ يبقى انت جمعت 90 و135 وطرحتهم من 360 طلعت 135 ايه؟ درجة، الزاوية اللي عايز اجيبها. وصلنا لسؤال رقم 12، تصميم هندسي. استخدم أحد المصممين شكل شبه منحرف قائم الزاوية لتصميم شعار لإحدى الشركات فنتج مضلع منتظم كما بالشكل، ما قيمة إكس؟ عايزين نجيب قيمة إكس اللي عندي اللي فوق دي، الزاوية اللي عندك دي. طيب أنت عندك كان هنا في شبه منحرف اللي هو اللي فوق ده، شايفينه؟ وجنبي شبه منحرف تاني ده مقلوب، ده شبه منحرف مقلوب وشبه منحرف مقلوب، هو عايز زاوية إكس. طب يا ولاد الشكل اللي عندي ده، الشكل ده كله فيه كام؟ بص كده عد كده الأضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 أضلاع، يعني إن الشكل كله 8. طب هل المضلع ده منتظم؟ لا مش منتظم، ما قاليش إن الأضلاع متساوي، ده غير منتظم. طيب انت ممكن تجيب الشكل اللي عندك اللي جوه ده اهو، افهم كده، مربع مجموع زوايا الداخل 360، صح؟ تمام. وتقدر ان انت تاخد بالك اكس دي هي الزاويه اللي ايه الحاده اللي فوق دي، هي الزاويه اللي فوق ده شايفها، وهي الزاويه اللي فوق دي. طيب ده مربع مجموع زوايا الداخل 360، تخيل، والشكل كله اللي عندك شكل ثماني، فالزاوية هنا 90، لأن هو مضلع اللي عندك كان فيه شبه منحرف، والشبه المنحرف الموجود ده هي الزاوية هنا 90 درجة. فأنا عايز أجيب الإكس دي. طب ما ده مضلع منتظم اللي هو الكبير، 1 2 3 4 5 6 7 8، احنا عايزين 8 أضلاع، 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام كده. هذا شبه منحرف موجود، ولو وصلنا كده يبقى شبه منحرف كمان اهو، وجينا نوصل هذه القطعة كده يبقى شبه منحرف تاني كده، وبعدين وصلنا القطعة دي يبقى شبه منحرف، 1 2 3 4، 4 شبه منحرف وفي هنا مربع. ده شبه منحرف قائم يا ولاد، يعني الزاوية هنا 90 درجة، فأنت محتاج تجيب الزاوية دي كلها. هو قال لي الشكل الناتج مضلع منتظم، 1 2 3 4 5 6 7 8، طالما مضلع منتظم يبقى انا هجيب قياس الزاويه الداخله، اقول ان ناقص 2 في 180 على ايه؟ على ان، الان اللي هي 8، 8 ناقص 2 ب 6، 6 في 180 على الايه؟ 8، تديني الزاويه ب 135 درجه، يعني الاكس زائد ال 90 ب 135، تبقى الاكس بكام؟ 135 ناقص 90 يبقى الاكس ب 45 درجة. مفهوم كده؟ جبنا الزاوية ب 45 درجة، دي إكس.
الآن شوف التفكير الإبداعي في الشكل المقابل، اوجد كل قيمة كل من اكس واي. حبيبي كده ركز في التفكير الإبداعي ده، عايز أجيب الاكس زائد الواي، أو الاكس بكام والواي بكام. ده خماسي منتظم، ده سداسي منتظم، ماشي. هو عايز في المسألة نجيب قيمة كل من اكس بكام والواي بكام. بص، هنشتغل الأول في المسألة دي على السداسي المنتظم، نجيب الزاوية الداخلة أهو. 1 6، 1 2 3 4 5 6، ده سداسي منتظم المنظر ده مثلا. قياس كل زاوية من الزوايا الداخلة ب 120 درجة، وعندك خماسي منتظم 1 2 3 4 5، ده خماسي منتظم، ماشي. 1 2 3 4 5. فكرة الحل إن لو مديت شعاع كده، مديت هذا الشعاع كده، بقى الشكل اللي بره ده كله في كام ضلع؟ ادي كده 1 2 3 4 5، الشكل اللي بره كبير خالص، 5 اضلاع. ادي كده 1 2 3 4 5 6، بس الرسم منتظم 1 2 3 4 5، ده خماسي منتظم. ليه بعمل كده يا ولاد؟ عشان اجيب الزاويه اللي هنا دي. لو انا جبت الزاويه دي اقدر اجيب واي من الشكل الرباعي اللي متكون جوه، اللي مجموعه القياسات الزاويه 360 درجه، واقدر اجيب اكس زائد واي. انت عندك الزاويه هنا ب 120 وهنا 108، يبقى انت عارف ان الاكس زائد الواي من مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه هتقول لي 360 ناقص مجموع الزوايا اللي هي 120 و 108، تمام. يبقى اقول 360 ناقص، وافتح قوس، 120 زائد 108 تديني 132 درجه. يبقى عندك اكس زائد الواي ب 132 درجه، تمام. طب الشكل الكبير بقى، عندك هنا اتش وهنا جي وهنا اي وهنا بي وهنا سي، والنقطة الجديدة اللي فوق اسمها كي. انا هاخد الشكل الجديد يا ولاد، شايفين الشكل اللي بره ده؟ شايفينه؟ ده انا عامل رؤوس واحد، ادي كده 1 2 3 4 5، كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 6، 6 اضلاع. الشكل اللي بره فيه كام ضلع؟ فيه 6، شايفينه؟ يبقى مجموع الزوايا الداخلة 720 درجة، تقدر تجيب قياس زاوية كي. يبقى قياس زاوية كي هتقول 720 ناقص الزوايا اللي جوه، الزاوية اللي هنا كانت 108، والزاوية دي برضو كانت ب 108 من الإيه؟ من الخماسي المنتظم، والزاوية اللي هنا كانت ب 120، والزاوية اللي هنا ب 120، والزاوية اللي فوق دي ب 120، خلاص. يبقى تقول 720 ناقص، وتفتح قوس وتجمع بقى الزوايا اللي عندك دي كلها، هتجمع 108 زائد 108 زائد 120 زائد 120، كام؟ 120. 1 2 3 3، 120 اهو، زائد 120 زائد 120، وتقفل القوس، يديك الناتج 144 درجة. يبقى انت جبت زاوية كي دي ب 144، اللي هي ب 144، خلاص. يبقى ميجر زاوية كي ب 144 درجة. طيب انت محتاج تجيب زاوية ايه؟ واي من الشكل، مش دي 108 تجيب الزاوية اللي جنبها هنا بقى. يبقى انت تجيب الزاوية اللي جوه دي تقول 108 من 180، هي تقول هنا 180 ناقص 108 ادتك الزاوية اللي جوه هنا ب 72. ركز معايا، الزاوية اللي جوه دي ب 72، وهنا زاوية 120 تبقى هنا 60. يبقى عندك 60 وعندك 72 وعندك 144، تجمعهم الثلاثة وتروحهم 360 تديك واي، يعني ده شكل رباعي، مجموع الزوايا الداخلة 360 درجة. شايفين كده يا ولاد؟ بس كده، زاوية واي وهنا زاوية 72 وهنا زاوية 60، لأن ده سداسي منتظم 120 زاوية الرأس، يبقى الزاوية اللي جنبها ب 60، دي ب 60. يبقى تجمع 60 مع 72 مع الزاوية 144 وتروحهم 360 تجيب واي. يبقى ميجر انجل واي، هي زاوية واي، هتقول له ايه؟ 360 ناقص، وتفتح قوس وتجمع الزوايا اللي عندك اللي هي 72 و60 و144، يديك 84 درجة، اللي هي زاوية واي. يبقى زاوية واي 84 درجة.
تقدر بقى تجيب اكس. انت عندك الاكس والواي ب 132 جبناها، تمام، مجموعهم الاثنين ب 132، يبقى انت تقدر تجيب زاوية مين؟ اكس. هتقول له بقى ال 132 ناقص ال 84 يديك الناتج 48 درجة. يبقى انت جبت زاوية اكس بكام؟ ب 48 درجة. فهمت؟ يبقى اكس ب 48 درجة، وعندك الواي ب 84. تاني يا اولاد، يبقى الاكس هتطلع بكام؟ ب 48 درجة، والواي تطلع ب 84 درجة. دي اكس وواي. فهمتوا؟